السلام عليكم صحابي وحبايبي وقرايبي، بسجل الفيديو ده عشان اطمنكم عليا وبرضو للناس اللي لو حصل حد لا قدر الله يعني جاله جلطة في المخ او كلام من ده، يبقى ايه المتوقع او ان شاء الله يا ربنا يزيح عن الجميع يعني. فاشرح لكم بالظبط ايه اللي انا عديت فيه خلال اليومين اللي فاتوا. النهارده الخميس 28 اكتوبر سنة 2021، وانا دخلت المستشفى يوم الجمعة كان 20، اعتقد كان 20 اكتوبر. فاللي حصل ان انا كانت رجلي اليمين وايدي اليمين كانوا تقريبا كان فيهم احساس، بحس ان لو حد حط ايده عليهم، لكن كان ان انا اقدر ارفع ايدي او انزلها كان عملية صعبة. كانت صوابعي كانت عاملة تقريبا كده، ما كنتش اقدر افردها. دلوقتي الحمد لله بقدر افردها. في اختبار كانوا بيقولوا لي عليه ان انا لازم زي الواحد ما في ايده الشمال يقدر يعمل كده، باليمين ما كنتش اقدر اعمل الكلام ده، لسه في شويه صعوبه ان انا اقدر اجيب التاني ده. طبعا ان انا دلوقتي ما اقدرش اشيل اي حاجه بايدي تقيله يعني ممكن اشيل التليفون، حاجات بسيطه خالص يعني، لسه برضو ايه القوه لسه مش موجوده. ان شاء الله خلال اسبوع او اسبوعين او على حسب العلاج الطبيعي ان شاء الله ممكن كل حاجه ترجع تاني. الرجلين برضو اليمين كان فيها مشاكل كتير، ما كنتش بقدر امشي عليها، الحمد لله بقدر امشي بالمشاية، فالدنيا الحمد لله بقت احسن. ان شاء الله برضو مع الوقت ممكن المشاية نستعيد عنها بعصاية الواحد يقدر يمشي بيها. كل يوم كان في علاج طبيعي. فهنا في حاجة بيبقى اسمها occupational therapy و physical therapy. ال occupational therapy بيختص اكتر ان الواحد يقدر يقوم بحياته الطبيعية، البس نفسي، احط الشراب، اغسل سناني، الكلام ده كله. الحاجة التانية اللي هي الفيزيكال ثيرابي اللي هو طبعا تقوية العضلات والواحد يقدر ان هو يتحرك وكده. انا هعمل فيديوهات تانية بعد الموضوع ده عشان اشرح الكلام ده بالتفصيل، بس انا ده مجرد يعني قبل ما اخرج فحبيت ان انا اسجل، وبعد كده هيبقى فيه اشرح بالتفصيل الحاجات بقى اللي انا مريت بيها والنصايح اللي قالها لي الدكاترة، سواء اتجنب الموضوع ده او ايه اللي كان المفروض اعمله وما عملتوش. فنوريكم برضو الاوضه، انا في مستشفى اسمها سان لوكس موجوده في قرب هيوستن. فدي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، انا كنت في العنايه المركزه قبل كده، دي غرفه عاديه. فزي ما انتم شايفين ان بيبقى في مكان ان في مرافق يكون موجود، في تلفزيون والريموت موجود معايا هنا. هنا بيبقى في موجود كمان لوحه هنا بتبقى موجود عليها اسامي كل شيفت، بيجي اسامي الممرض او الممرضه والمساعده بتاعتها او المساعد بتاعه واسم الدكاتره المعالجين، وبيكتبوا حاجات يعني. طبعا بقى ايه دي كل يوم بتتعدل او كل شيفت بتتعدل القايمه دي. عندي الواكر موجود هنا تحتها اللي كنت بستخدمها، اللي هي المشايه اللي كنت بستخدمها كل يوم او الثلاث ايام الاخرانيين بعد ما طلعت من العنايه المركزه. بعد كده على اليمين في الحمام، وانا طبعا مش انا اللي ماسك التليفون انا بعلق وبس. ده الحمام بتاع الغرفه، فهتلاقوا كل حاجه موجوده هنا يعني، الاستعدادات الخاصه يعني بالحمام وكده يعني. فده بالظبط الغرفه. طبعا لما تيجي على السرير هنا في موجود الريموت، مش عارف الريموت راح فين. ده الريموت ده بقدر بطلب بيه الممرضة. طبعا دي حاجات اكيد موجودة في غالبية المستشفيات حاليا يعني. في اتحكم في الإضاءة في الغرفة، التلفزيون ممكن هما بيكلموني من السماعة اللي موجودة هنا برضو. فساعات لما بطلب حاجة او كده بيسألوني او يطمنوا علينا بالريموت كنترول. ده تقريبا يعني بس ايه منظر عام كده للغرفة عشان يبان الامكانيات اللي موجودة فيها وكده. الحمد لله يعني طاقم التمريض ممتاز والخدمة كانت الحمد لله عالية جدا، كل حاجة تمام. ده تقريبا الفيديو الاولاني اللي بعمله على الموضوع ده، وان شاء الله زي ما وعدتكم باذن الله هعمل فيديوهات تانية تبقى نصايح للكل ان شاء الله. وربنا يكفيكم
الشر، وتكونوا بإذن الله كلكم في صحة كويسة وجميلة، وإن شاء الله يعني ربنا كان كريم قوي 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 معانا، وكل حاجة مشت بسرعة كويسة، والعلاج خد طرق جميلة، وهشرح لكم إن شاء الله الكلام ده كله في فيديوهات تانية. أشوفكم على خير، وإن شاء الله أنا هروح كمان شوية، خلاص جاهزين ولابسين، وهيجي ابني ياخدني هنا من هنا من المستشفى. يلا أشوفكم على خير، السلام عليكم.